شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن. بنشرح في الفيديو ازاي نجمع الارضيات البلاستيك، لان في ناس كتير طلبت فيديو لشرح التجميع. وطبعا ده شبكة تحضين المستخدم في الاعمار الصغيرة، بتحط فوق الارضيات البلاستيك من عمر يوم لعمر 7 ايام 8 ايام او 6 ايام. ده شبك اعمار كبيره، بديل للايه؟ للارضيات. طبعا دي الارضيه اهي، طبعا الارضيه زي ما احنا شايفين اهي، 4 المتر المربع 4 قطع. ده المتر المربع اهو عباره عن 4 قطع. هنا في بنات اهي، وهنا في فتحات. انا كل اللي بعمله اهو بنركب كده اهو، طريقه بسيطه خالص اهو، مفيش فيها مشكله خالص. الناحيه التانيه اهي، طبعا دي كده المفروض ان انا هعكسها اهي كده. رجل اهي، الناحية دي برضو هجيب دي كده اهي، رجل اهي، اتفضل معايا الناحية دي اهي، اهي لو رفعت دول كده وحطيتهم كده اهو، سهلة جدا مفيش فيها أي مشكلة خالص. كده ركبت الارضيات اهي، وبقف عليها. طبعا هي بتشيل معانا لحد لو هنحط عليها 500 كيلو حتى مفيش فيها مشكله خالص. طبعا دي الارضيه هي بعد التجميع، وطبعا الخامه بيوت، وده الشبك اللي هو المفروض هنحطه فوق الارضيه، وده الشبك اللي بيتحط فوق الارضيه في امر التحضير. طبعا في ناس بتستخدم بطاريات، فنحط لها الشبك اللي هو الايه؟ بيستخدموا الشبك الكبير. شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن.